كلمة أبناء الأسرة، من هم أبناء الأسرة؟ أبناء الصباح قاطبة فوق 4000 نفر 5000 نفر، ايش دخلهم بالحكم؟ ايش دخلهم بإدارة الدولة؟ ناس قاعدة ببيوتها، ناس ما عندها بيوت. شيوخ ما عندهم بيوت؟ إيه، في شيوخ ما عندهم بيوت، حتى بيت حكومة مسجلين ما ياهم الدور. وما أكثرهم. طيب إذا أبناء الأسرة هم الشيوخ اللي يدورون فقط؟ يعني شو الفرق بين أبناء الأسرة وبين تبين أكمل جملتي ولا تبين تقاطعني ونروح لمحور ثاني؟ لا تفضل اللي أنت تبي. أبي تكمل ونفهم. من أطلق كلمة أبناء الأسرة هو يقصد المقام السامي، لأن بالدستور من يحكم وأبو الثلاث سلطات هو الأمير، بس عشان يلف عن المسميات اللي قد يحاسب عليها قانونيا في جمل اللي يقولها، مرة أسرة مرة شيوخ مرة أبناء الصباح مرة عيال ذرية مبارك، لعب سياسي بانتقاء الكلمات. ما في شيء اسمه أبناء الأسرة. أبناء الصباح عائلة من عوائل الكويت، لهم ما على كل العوائل الكويتية وعليهم ما على كل العوائل الكويتية. شفت واحد من الصباح أخذ ميزة بالقانون أو غير عن غيره؟ كم واحد من الصباح حوكم ودخل السجن؟ فكلمة أبناء أسرة هذه كلام يراد به باطل. خلصنا من هالنقطة، نروح للنقطة الثانية اللي هي أنا أشرس من ينتقدهم وأنا أشرس من يدافع عنهم، إذا ينفع المصطلح. إحنا ربينا كويتيين، أن نقول حق العور أنت عور بعين بويها، ما ننطره يروح ونحش فيه كما يحصل الآن مع من يقال عنهم كويتيين. وبنفس الوقت أنا اللي دافع عنهم، لأن لا يوجد منبر بالكويت يدافع عن أبناء الصباح. الكل ماخذهم شماعة يسوي فيها بطولات مثل ما يبي.